حاضر. هو الأكرم سايب النوت مفتوح ليه؟ يا سيدي حاضر حاضر. في ايه؟ مساء الخير يا استاذ وسيم. مساء الخير يا مستر باسيوني. الزباين حصل لهم حاجه في الاوتيل؟ لا ابدا، الزباين نايمين في وضعهم دلوقتي وخير ان شاء الله. انا قلت اجيب بابا وماما ونيجي نشرب معاكم الشاي. والله احنا من الساعه 5 العصر طالعين على السلم، اصلهم بطء شويه. بابا وماما انت عايز ايه يا باسيوني؟ خير طبعا. الله، جايين نشرب معاكم الشاي. شاي ايه؟ موضوع شويكار. شويكار؟ انت اتجننت ولا ايه يا باسيوني؟ تفكرني هجوزك بجد؟ انا قلت لك كده بس عشان كان اليوم المثالي. بقول لك انت ملط ملط، انت عارف انا لولا ان انت في بيتي كنت طردتك فورا، فاهم؟ ولا اطلع بره اطلع بره. طب اذا كان كده بقى شوف لنا اي حد نلعب معاه. يا اسراء يا اسراء. خلاص خلاص. اتفضل الورد. الف مبروك يا عريس. طيب انده بابا وماما بقى. يا بابا يا ماما، هو دور واحد، يلا انا مستني. منورين ولا ايه؟ منورين طبعا جدا يا بوجودك يا اسراء، ولا تحب نقول لك يا مس اسراء؟ ايه يا استاذ باسيوني انت كويس؟ ايوه بس افتكرت حاجه لطيفه كده. طب يا جماعه انا ملاحظ ان ده اجتماع شغل بينكم، يعني انتوا محتاجين انا في حاجه؟ محدش محتاجك، انا مش فاهمه انت بتعمل ايه هنا اصلا. انا جاي عشان اللحاف، احنا ما عندناش غير لحاف واحد بنتغطى بيه احنا الاثنين، هي خدته وهي جايه، انا هاخده واطلع يا شباب. اترزق هنا اقعد انا بردان. محتاجينك يا مازو. اهدى. اتفضل يا استاذ باسيوني اتفضل. هو في الواقع معلش عشان انا مرتبك شويه، ما تتكلم انت بقى يا بابا. يسعدني ويشرفني. هنا يا بابا هنا هنا. يسعدني ويشرفني طلب ايد عروستنا الجميلة شوكار لابننا الصغير باسيوني. ايه؟ ايه؟ ايه العبث اللي انا بسمعه ده؟ خد يا عم انت بابا وماما واتكل من هنا. ليه؟ في ايه يا مازو مالك في ايه؟ راجل كبير هنتكلم معاه بالاسلوب ده معقولة؟ وبعدين يطلع بره منين يا معلم؟ ده بيتي انا، ما تهدى كده. انت مش سامع اللي بيقوله يا وسيم؟ سامع ومتفاجئ زيك بالظبط على فكرة. بس يعني يا جماعه يعني صلوا على النبي كده، على فكره الراجل ما قالش اي حاجه غلط. ما قالش اي حاجه غلط. لا لا بص لو سبتها عليكم. يا مازو ايه اللي انت بتقوله ده يا وسيم؟ احنا مش موافقين طبعا يا استاذ باسيوني، نورتونا. ليه حرام عليكم؟ ليه تهدوا حلم كده؟ ثواني يا باسيوني ثواني. انت يعني ايه يا جماعه مش موافقين؟ مش فاهم يعني مالكم يا بنات شويكار؟ ايه اللي حصل لكم؟ هتحجروا عليها ولا ايه؟ هتورثوها بالحياه؟ ما تسيبوهم يتبسطوا. يا استاذ باسيوني انت عارف ماما عندها كام سنه؟ ايه ثواني يا باسيوني بعد اذنك. ايه يا ايسو في ايه؟ هو الحب بالسن ولا ايه يا جماعه؟ ده بالاحساس بنتلاقى، مفيش حاجه اسمها مواعيد. يعني انت يا اسراء لو عندك 100 سنه مليون سنه وانا عندي سنه واحده بس، هفضل احبك برضه واقول حبيبي كمان حبيبي واقولها تاني احلى الاسامي وهكذا. اهدى انت يا ملزق شويه والنبي. استاذ باسيوني احنا ما عندناش بنات للجواز، شويكار ابن عمها الله يرحمه متكلم عليها. ايه؟ ثواني بقى سيبني انا طالعه دي. مظبوط. احسن لك ماشي الجواز. على جثتي. ايه بس انا باسيوني ده ملط، ما انا عارفه يعني فاكرني مبسوط، انا زيك بالظبط. بس لمصلحتنا انا وانت ان الجوازه دي تعمل. على رقبتي. مظبوط. باسيوني عارف ان انا وانت بنلعب، هيقول لهم كل حاجه. على البركه. احنا الحقيقه سالنا عليك يا استاذ باسيوني والناس بتشكر فيك جدا يعني. احنا موافقين. موافقين متنيلين، اعملوا اي حاجه بس انجزوا عشان عايز اخش اكمل نوم. ماشي. ايسو حبيبتي معلش ممكن تقومي تنده لنا العروسه بقى؟ بجد يا ويسو هتفضل تحبني حتى لو عندي مليون سنة وانت عندك سنة واحدة بس. يا ايسو لو عندك شهر وانا عندي شهر احبك برضو. والنبي قومي انداي مامتك بقى، احنا في خدنا بنفسها كده في بعض، مش قادر عايز انام بقى. حاضر. ايه ده؟ الشربات من يد من عدمها شكشوكة. يوه دي بتتكسر، تعالي جنبي يا عروسة. حاضر يا طنط. لا طنط ايه بقى؟ قولي لها يا ماما. ولا عرفت تنقي إيه باسيوني؟ عايزك تخلي بالك من باسيوني، ده طايش وبتاع بنات طالع لابوه. ماما بلاش الكلام ده دلوقتي، دي كانت مرحله وعدت من حياتي خلاص. ما تخافيش عليا يا طنط، انا هلعبه كل الالعاب، ولو حصلوا بس لوحده تانيه هبقى على عيني. ماشي طيب نتكلم في المفيد. امسك يا باسيوني. بص يا باسيوني. لا 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 ده لسه جاي. بابا ما يعرفش ان انا بدخن. بابا مش شايف قدامه اصلا يا باسيوني.
بس الادب حلو برضه. استاذ بسيوني ممكن اعرف بس هتعيشوا فين؟ هتعيشوا اصلا؟ في الحقيقه انا حاجز شقه في 6 اكتوبر في المجاوره 19 وهستلمها 2022. وبعدين بقى ايدي على كتف وسيم بيه بقى في البونص والاتش ار والحاجات دي يعني. اه طبعا مستر بسيوني يا جماعه على فكره في الشغل عندنا يعتبر اسطوره. امال انت عايش فين بقى دلوقتي يا اونكل كيوت؟ اها مع بابا وماما. بابا وماما حلاوتك. طب والمهر؟ ايه؟ مهر ايه؟ ايه يا استاذ وسيم؟ حلها لك انا. يا جماعه المهر هديه مني انا لشوشو حماتي حبيبتي. طب والشبكه؟ ايه؟ ايه يا استاذ مازو؟ لا الشبكه انا هلبسها، انا هشتريها اللي تؤمر بيه حماتي. ويلا بقى نقرا الفاتحه عشان نطلع ننام بقى. يلا يلا يلا. الصوت ده ايه ده؟ انت يا ابني اللذين عامل نفس الرنه. وده مين بقى اللي بيرن عليكم انتوا الاثنين في نفس الوقت؟ لا دي مش رنه، ده المنبه، اصل احنا ظابطين المنبه على ميعاد الماتش. صح ماتش دلوقتي؟ ده احنا بعد نص الليل. ماتش ايه دلوقتي؟ لا اصل دي الماتشات اللي هي بتاع الدوري ابطال اسيا دي، فبيبقى بعيد قوي، فاحنا بيبقى عندنا احنا الظهر وهم الظهر وكده يعني، قصه كده. طيب قوم اعمل لكم شويه فشار بقى ونفتح التي في ونعمل قعده حلوه قوي. لا لا ما احنا ما ينفعش نتفرج على الماتش ده مع بنات وكده. ليه؟ ليه ايه؟ انت اللي قلت. قول انت اللي قلت. عشان اللي هم بتوع اسيا دول لما بيجيبوا جون بيقلعوا من فوق كده ومش عارف ايه، فبتبقى يعني البنات طبعا ما يقدرش يتفرجوا على حاجه زي كده. منظر غريب. وبعدين مش هتسيب بقى بسنين وشوكار وهم لسه بقى في يعتبر شهر العسل، لسه مقربين بقى وكده، فالشيطان شاطر وكده. خطر جدا. لا ما احنا هنشرب الشربات ونقوم نروح على طول عشان بابا وماما يلحقوا يصلوا الفجر عشان هم بطء شويه. لا انتوا براحتكم يلا احنا بنتفرج على الماتش عند مصر. شدني بقى معاك. الف مبروك. مبروك يا شوشو حبيبتي. منورين. اتجوزت العمر ان شاء الله. طب بص على ايه، ما انت عندك زيه، انت اي غش وخلاص. اهلا بيكم في ليفل 7 مع لعبه اللعبه. العنوان 23 حاره المنجد بولاية تكرور. بيت قديم ومهجور من سنين طويلة. جوه البيت رقم 23 هتلاقي لوحة بيضة متعلقة على الحيطة مرسوم عليها دايرة ونقطتين. اللوحة دي هاتوها بأي طريقة واخلصوا منها. قدام تعبكم ده اللي هيعمل كده هياخد 5 نقط و750 ألف جنيه. Love you guys. 750 ألف جنيه؟ بس دي سرقة. الراجل ده عايزنا يسرق. لا دي مش سرقة. ده بيقول بيت مهجور وقديم يعني ملوش صاحب. انت لو مش عايز تلعب بلاش. بلاش ايه يا معلم؟ انا بسال بسال. هتلعب؟ هلعب طبعا. بس الصبح بقى. ها من بدري بقى الصبح لان كبرنا دلوقتي. مش فاهم. تروح تنام بقى. تاولني بقى بص مش هتكلم عندك خالص قوي. وسيم ايه السبرنت اللي انا فتحته ده؟ سلام يا اهبل. سلام يا معزة. حاسب يا غريب. حاسب حاسب حاسب. افتح العربية فوق. بقول لك يا غريب. ايه؟ فطرت تقول نعم نفلة مرة؟ ايه؟ طيب حلو استناني بقى. ماشي. اطلب منه فطير كتير قوي. ماشي. خليه يستناني. ها؟ تمام. طب اطلب الفطير بإيه؟ أي حاجة سجق جبنة سجق. يلا. ماشي يلا. وسيم بيه. وسيم! ما مسكتوش ليه؟ ما مسكتوش ليه؟ ده هو مين ده اللي مسكه؟ هو في ايه؟ طب حد فاهم؟ ايه العجله بتاعتي يا مظبوط؟ حرام عليك يا جماعه مظبوط، بس راجل العجله بتاعتي حرام عليك. طب سيب اي حاجه وراهم يا رب يجيبوا بواب للعماره دي، انا زهقت. موتوسيكل احمر ده قالب الدنيا هناك. مش حقه بقى. حقه يا ابني. احبسوه. اجري اجري.
انت ازاي جيت اسرع مني بالعجل؟ ما طبعا الموتوسيكل ده مع ربنا، ده لو بيتكلم كان سبلك. طب تعالى نزلني يلا. لا خليك كده لحد ما تموت على الموتوسيكل. يعني ايه حد ينزلني يا اخوانا؟ يا حاره حد يتصرف. حبيبي ما تعرفش فين بيت 23؟ ابعد يا عم مش عايزين مشاكل. في ايه وانا شتمته؟ لقيت حاجه؟ بيت 23. شوف ده بيت 23. ايه بيت 23؟ قفشه ليه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيت 23 فين لو سمحت؟ ايه يا عم بيت 23؟ يا بينا ماليش في المشاكل، انا راجل عندي 30 سنه. عارف بقالي كام سنه في الحاره دي؟ 20. 30 سنه انا تقريبا اتولدت في الحاره دي. بيت 23 ده بيت العجل. بيت العز؟ بيت العجل. العجل ده بيت خطر، محدش قرب منه وخرج منه سليم. المهم ان هو خرج. قول لنا يا معلم احنا جامدين قوي. جامد على نفسك يا بيه. ما تتجننش يا لطنت، انا فين بيت 23؟ انت ملبوس يا ابني ولا ايه؟ انا عندي عيال عايز اربيهم يا بيه. انا راجل عندي 40 سنه. عارف بقالي كام سنه بشوف البيت ده؟ 30. 40 سنه. بيخيت العجل ده اكبر معلم في المنطقه، والرجاله اللي هنا كلها صبيان ويتمنوا يخدموه. نصيحة أخوية اتكل على الله من هنا. العجل جه في يوم خرج ولم يقع، ما بقيناش عارفين مات ولا مقتول، مهاجر ولا مسافر، محبوس ولا مقبوض عليه، ومحدش بيقرب من بيته ويخرج منه سليم. ما تخافش يا ابني دي أسطورة، ما تقول له حاجة يا معلم مازو. بقول لك سيبك منه وخليك معايا، قول لي البيت فين وأنا هروح لوحدي. بص هتخش شمال. في شمال. في شمال. ها؟ في شمال. ما انا هرجع هنا تاني. ما انا قلت لك الحاره دي كلها شمال يا بيه من الاول. بقول لك يالا انت شكلك فرفور، هات واحد بسكويت بالفراوله. اتصرف ازاي يا مصر؟ الو صيدليه الادهم، لو سمحت عايز اعمل اوردر. هات اي حاجه. هيجيب ايه؟ اي سندوتشات. اي حاجه. هات سندوتشات. ايه هات ب 200 جنيه ريفو. يا سيدي انا مصدع يا سيدي، ما تصدعنيش اكتر. العنوان 23 حاره المنجد. سقف. ألف مبروك يا مصر. انا اوت. اوت ايه يا معلم؟ ده انا اصلا جاي ابارك لك. طب بقول لك ايه، تاخدني وراك على العجله؟ يلا بينا يا عم، احنا عندنا عيال. بعد اذنك جزء اتكل على الله. سك ابو البله، شيل الفلوس دي في الامانات. ايه ده، انت رجعت تسرق تاني؟ ما سرقتش حد والله. لا خلاص اعتبر كل اللي بيني وبينك انتهى. يا بنت افهمي، مستر وسيم. سرقت مستر وسيم؟ ما سرقتش مستر وسيم. نصبت على مستر وسيم؟ ما صرفتش على مستر وسيم. امال انا جبت دول منين؟ مستر وسيم اديهم لي وقال لي دول بونص، بونص عشان انت بقيت متفوق وهيثبتني، وقال لي الاتش ار طاير بيه. انت بتشتغل لي؟ اشتغلك ليه بس والله؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور يا مستر مالك. ايه فين الناس؟ انا مش شايف لا بسوري ولا وسيم، فين الناس؟ لا موجودين. مسز اسراء اهي. جود مورنينج مستر مالك. جود مورنينج، ازيك؟ نبيله الريسبشن بسرعه. حاضر فهم. جميل. ايوه عندنا مشكله في غرفه 406، التكييف عندهم بايظ، ممكن تبعت لهم حد بسرعه؟ حاضر. حاضر ايه؟ ماله هو مال التكييف؟ امال فين وسيم؟ مستر وسيم ما جاش النهارده يا فندم. ما جاش النهارده؟ ده اول مره اعملها، دي كارثه. الله، لا يكون في حاجه في البيت. لا ما احنا كلمناهم في البيت يا فندم، والمدام ردت وقالت انه قال لها راح الشغل، بس برده ما جاش يا فندم. مين اللي ردت؟ المدام. الله، وسيم ما جاش برده اسعار البيت. بسوني وسيم تقريبا عندهم شغل بره. شغلانه بره؟ ما قلتش حاجه. طب وبعدين هنعمل ايه من غير وسيم؟ ما تقلقش يا فندم، مستر وسيم كده كده الفتره الاخيره على طول مشغول وساعات كتير ما بيجيش، بس انا بشيل شغله بنفس الكفاءه يا فندم. طب لو بتشيل شغل وسيم بنفس الكفاءه، مين يشيل شغل بسيوني؟ انا برضو يا فندم، لو مستر بسيوني ما جاش هشيل شغله بنفس الكفاءه، ولو 20 واحد ما جوش يا فندم بشيل شغلهم وبنفس الكفاءه. اهم حاجه عندي ان الاوتيل يكبر يا فندم، حتى لو مش هشوف عيالي، وبنفس الكفاءه. برافو يا سلام، هي دي الروح اللي انا عايزها طول الوقت. جود مورنينج مستر مالك. جود مورنينج. اهلا اهلا، انت شرفت يا بيه. اه يا فندم. طبعا اذنكم انا. اتفضلي. جميل. ايه بعد اذنك انت غير واستناني عند العربيه يعني. حاضر حاضر. توشوشته وخليته يمشي في، انا مش فاهم حاجه. وشوشت مين يا فندم؟ انا ما وشوشتوش ولا حاجه، انا اتكلمت معاه عادي جدا يعني. انت جاي امتى وجاي متاخر؟ وايه اللي انت لابسه ده؟ انت ايه الايس كريم اللي انت عامله في نفسك؟ يا فندم انا هنا من بدري جدا يا فندم، يعني من الساعه حوالي 6 الصبح، وده لبس جديد يا فندم. انا بس بحاول اغير ادخل لبس صيفي.
نبقى يعني كده اللي هو بنلبس في الصيف حاجه وفي الشتاء حاجه يعني. بس انا بقى انا مضطر استاذن عشان عندي شغل مهم جدا، عشان الجست في الرويال سويت عامل جست وعامل سويت وعامل حاجات كده، فهضطر اطلع له كده معلش بعد اذن حضرتك. ده اتفضل حضرتك انجوي الاوتيل بتاع حضرتك بعد اذن حضرتك فندم. رويال سويت ايه؟ فيك ايه يا وسيم؟